دراسة بتقول إن الأزواج الذين انفصلوا بعد سنوات طويلة لديهم مستويات أعلى من الاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين توفي أو توفى شركائهم. شو رأيك بالموضوع؟ أعيد صباح عليكم ليث وسماء، صباح الخير عليكم على العربية مشاهدي مستمعين متصفحين. طبعا لازم احنا نعرف انه اي علاقة حتى لو كانت علاقة فيها بعض الأذى لها وزن في نفوس الأشخاص اللي يمروا فيها. نعم. عندما تنتهي هذه العلاقة يتحول إلى نوع من الانفصال التدريجي. طبعاً أنا ضد فكرة إنه العلاقة تنتهي في ثانية، لأن العلاقة تنتهي في ثانية لحادث كبير مثل الوفاة المباشرة أو الخيانة المباشرة أو اكتشاف شيء قد يؤثر على شخصية أحد أطراف العلاقة أو كلاهما، فقرروا أن ينفصلوا. لكن أنا معك إنه الانفصال التدريجي أكثر ألماً من الانفصال المباشر، برغم أنه في البداية يكون التأثير الأولي كبير جداً لفقدان شخص عزيز عليك، لكن استمرار الانفصال ومعرفتك أن الطرف الآخر لا يزال يمارس حياته بحلوها وبمرها مؤلم بعض الشيء.